نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وحشكم بزاف. اليوم وكيف العاده درت فيديو جديد باش ندير لكم شهرات من فيديو جديد من القناه. فدابا يلا كيف صراحه الصبح عندنا الشتاء خفيف من السمايات على مرح تراب طالعه صراحه من بعد واحد كنقول لكم ثلاث سنوات درت حراره، درت الحراره ديال بصح إيوا اليوم صفقنا ولكن الرعاد والشتا، عرفتي الشتا نيوت ديال البصح صراحة أنا منعشق الشتا، كنحماق على الشتا كتعجبني ديك الريحة لي كتخلي مهم، معرفتش واش كلشي الناس كتبغي الشتا، ديما كنشوف في الشتا كنبدا في الجن، فقلت علاش لا منشوفش معاكم هاد المنظر الزين صراحة، واحد الأكسجين نقي واحد تيعطيك، أنا بعدا هاد الجو هدا تيموت يزيني باش نبدا النهار ديالي مزيان. وفعلا نيت كيف اختو لقيت الشتا صافي تموت في بيت اوتوماتيكمون، قلت بوكوا با ما نبارطاجيش معاكم ان فيديو لي ندير فيها لا روتين ديالي من الصباح للعشيه، فخليكم معايا باش تشوفوا شنو بغيت نقدم لكم اليوم كوم روتين. ان شاء الله غنبارطاجي معاكم الغدا ديالي وواحد لا روسيت ديال لي كريب ناجحه 100%. فالبنات دابا جيت لاكويزين بحكم ان كانت عندي الدار نقيه كلشي نقي، صباح كلشي نقي، سكيل في جاتني شال لاكويزين حتى هي كانت نقيه، وقلت تشهيت لي كريب وقلت نبارطاجي معكم واحد لا غوسيت، يعني دي كريب سون بيغ سون زبده تيجيو غزالين البنات، غير جربوهم. وصراحه الوصفه ساهله ماشي ما كتطلبش شي حاجه خياليه، فكتطلب مكونات بساط وموجوده في كل بيت، 50 سنتيلتر ديال الحليب يعني نص لتر ديال الحليب، جوج كيسان كبار ماشي كبار زعما، جوج كيسان ديال العنبه اللي عنده العنبه يعبر بها، جوج كيسان ديال الدقيق، قبيصه الملحه، 4 معالق كبار ديال زيت البلديه، جوج معالق صغار ديال سنيده، خنيشه ديال لافاني، وربعه البيضات بحراره المطبخ، يعني الا كانوا عندكم في الثلاجه فاش بغاو توجدوا بهم خرجوهم واحد شويه عاد خدموا بهم. فصافي انايا ديما تيعجبني نخدم اللي عنده التراب الكهربائي يعني ديال اليد الكهربائي يخدم به، انا كيعجبني نخدمها هنايا في المولينيكس. فخديت البيضات غادي ندرسهم هما، وابخي غادي نزيد عليهم الزيت، وغادي نزيد عليهم الحليب، وغنزيد عليهم السنيده، وغادي نزيد عليهم الفاني. فالبنات نص اترود الحليب كيعادل لينا 3 د الكيسان ديال الحليب، نص اترود الحليب تيعادل 3 د الكيسان ديال العنبه الحليب، يعني هاد لا غوسيت فيها 3 د الكيسان ديال الحليب وجوج كيسان ديال الدقيق. فنكمل لكم البنات كما كتشوفوا غادي ندير توسكي لي كيت زعما فهاد مع البيض وسنيده وفاني، وغادي نطربهم مع بعضياتهم. ابخي فاش كيتميلونجا داكشي كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. فصافي البنات، ومن بعد خليكم معايا باش نوريكم لا تيكستور ديال لاباري ديالنا من بعد ما كتوجد. البنات غادي خديت الخليط ودرتو في هاد لوبول، وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يتغوبوسا في الثلاجة على الاقل مدة ساعة باش كتجينا الخدمة ديالو زوينة وكيكونو دي كريب ناجحين. فهادي هي لا موندغ دي شوز، باش تنجح لكم لاباغي ويجيو بنانين خصكم تخليهم يتغوبوزاو في الثلاجة على الاقل ساعة. فندوزو للغوتين ديال الغدا ديالي. فانايا صراحة اليوم قررت تشهيت زعلوك وقررت نطيبو كيف العاده، انا كيعجبني نطيبو في الطاجين صلاوي، يعني غادي ندير غدا خفيف. فخديت هذيك الطنجره غسلتها ومن بعد درت على البوطاط تشوط
وحيت كتعجبني نشوطها في البوطه باش ابخي تطلق داك البنه ديال الحروق، هي شي با مهم عرفت هكا انا تعجبني. فهنايا خديت مطيشه ديجا في ماشي هذيك كونسونطري، مي غير مطيشه واجده يعني ما كنهز بلا ما نحتاج نهز ديك الاخرى حبه وعاد نقطعها، وهذه هذه ديجا مقطعه. درت الكميه اللي غادي تواتيني مع دنجاله وحده، المهم تديروا نتوما اون فونكسيون مع شحال ديال الدنجال. المهم المطيشه ما خصهاش تكون غالبه بزاف على الدنجال، خص يبقى الدنجال يعني هو ليليمون امبورطون ديال لا غوسيت. فالبنات ابخي غادي نزيد العطريه ونزيد الزيت. فالعطريه كندير شويه السودانية، شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، ثومه محكوكه، شويه ديال السودانية، زيت البلديه وزيت العاديه، شويه ديال القزبر، وصافي نخلي داك الشيء يطيب والملحه بيان سور. ونخلي داك الشيء يطيب، ومن بعد ما الدنجال ديالنا ما كيتشوط مزيان كنحطوه في واحد الميكا واحد البلاستيك، وتنغطيوه باش ديك الصهوده تتفزقوا وتتحيد لنا القشره بسهوله بلا ما نحتاجوا الماء. فالبنات باش يغاردي لكم ديك البنه ديال الشوط ضروري ما خصكم تحيدوا له القشره ابخي بلا ما تقيتوا الماء. صافي البنات، ومن بعد كتقطعوا هكا كتضيفوا على مطيشه من بعد ما كتكون طابت. المهم البنات خليكم معايا حتى الاخر لا فيديو باش تشوفوا شنو غادي نوجد. البنات هنايا هزيت جوج بطاطات ولا ثلاثه على حسب شنو شحال بكم الكميه اللي بغيتو، غادي نقشرهم ومن بعد غادي نقطعهم وغادي نخليهم يتسلقوا مع في الماء ومع شويه الملحه، حيت ناويه ان شاء الله ندير شلاضه ديال البطاطا اللي كندير فيها من بعد ما كطيب البطاطا وكنخليها تستقطر مزيان. فبحكم ان الجو اليوم بارد ما غاديش ندخلها للثلاجه، نخليها غير تستقطر، وفاش نشوفها نشفات من الماء يعني تندفع عليها بصله مشلضه صغار يعني تشليضه صغيره ما تكونش واقفه بزاف، وواحد علبه ديال الطون ولا التونه، ومطيشه يعني مقطعه صغار، وكندير لها كنضيف لها شويه ديال القزبر مقطع حتى هو، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه الملحه، شويه الخل، شويه زيت البلديه، وشويه ديال الزيت العاديه. فصافي البنات هنا كما كتشوفوا الغديوه ديالي واجده، بحكم ان ما ديجا كانت عندي شويه ديال اللوبيه في الثلاجه فسخنتها، دابا تشوفوها غادي نحطها دو كوتي. وزعلوك ديالنا طاب والشلاضه هكا كتوجد، ابخي فرشت لها الخس وحطيتها فكتجي بنينه، غير جربوها. خلاص زعلوك ديال الطاجين ما نعاودش ليكم ولا ارواح كيجي بنين، وكنخليه نيت في داك الطاجين الصلاوي باش نحس بالبنه ديالو. وفي الديسير حطيت الدلاح بحكم انها فاكهه ديال الموسم مقطع هكا كطراف صغار، ومع الباغيت. صافي هذا هكا تيكون الغداء ديالنا يعني خفيف ظريف. صافي هادشي اللي كاين البنات، فخليكم معايا حتى الاخر لا فيديو باش تشوفوني من بعد ما خليت لاباغي ديالنا ديال لي كريب تغوبوزات في الثلاجه. انا خليتها صراحه اكثر من ساعه لحقاش فاش وجدتها الصباح يعني ما طيبتها حتى العشيه حتى قرب الوقت ديال الكوتي، فخليتها بزاف تغوبوزا، ولكن على حسابكم نتوما يعني كل واحد وشحال باغي. فصافي هنايا درت هذيك المقله ديال الطفل ديالي تسخن على هذيك النار متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف مهم. وصافي وفاش طيب فدغيا يعني لا هذيك الكريب تطيب دغيا من التحت، خاصنا نقلبوها ونحضيوها معاها مزيان يعني ماشي نلوحوها ونساوها انا باش نلقاو ديك لا كولور اللي بغينا وديك الطيبه اللي بغينا. فصافي كنكونوا موجدين دو كوتي واحد الطبسيل عليه سريبيتا ولا بابيي مهم، ضروري لي كريب ديالنا خصهم فاش نطيبوها يعني نحطوها في وسط شي سربيته باش هذيك لوميديتي كترطبها، يعني لي كريب خصهم يجيو رطبين ما يجيوش كروستيانت. فصافي غادي نكمل على هذه الطريقه هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر لا فيديو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي كريب وكيفاش كنبريزونطيهم انا الا كانوا عندي ضياف ولا شي حاجه بحال هكا. We'll be right back.
البنات من بعد ما وجدوا لي كريب جيلي كما كتشوفوا راه كنت مغطيه بالتربيته باش يرطبوا لينا من بعد الطياب. فصراحه كما كتشوفوا واخا بالنص سيطره ديال الحليب وجوج كيسان ديال الدقيق صراحه الكميه تبارك الله وفيره تيخرج بزاف صراحه وتيجي بنين لا من ناحيه لا كولور لا من ناحيه البنه لا من ناحيه كل شيء. فكما كتشوفوا هكا من بعد ما طيبت وندوزو نوريكم الطريقه باش كنقدمهم وتعجبني هاد الطريقه بزاف. فالبنات انا كيعجبني شخصيا نقدم لي كريب على شكل مثلثات هكا واكومبانييتهم بشوكولا نوتيلا. فكل واحد كيفاش كيبغي ياكلهم، كاين اللي كياكلهم مع الشوكولات، كاين اللي كياكلهم مع العسل، كاين اللي كياكلهم مع سنيده سكر. فصافي يعني كل واحد والذوق ديالو، يعني ابغيتي تبقى اختياري والاذواق لا تناقش. فانا تيعجبني بريزونتيهم هكا على شكل مثلثات، وهكا الروتين ديالي اليومي ديال هذا النهار كيكون ساله ولا فيديو كتكون وصلت للفينال ديالها. فالبنات كنتمنى لا فيديو تكون كانت خفيفه على قلبكم وظريفه. كنتمنى الفكره ديال الشلاضه وزعلوك تكون نالت الاعجاب ديالكم، والوصفه اللي عطيتكم ديال لي كريب اللي كندير بها زعما ديما وديما كتجيني ناجحه بارطاجيتها معكم. فالا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم وكومونتير زوين بحالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده وغوتين.